صباح الخير. لا يزال تورط حزب الله في الحرب السورية وفصلها الجديد القلمون في صدارة صحف بيروت التي تابعت أيضا ملف التمديد للقادة الأمنيين والمحادثات التي سيجريها بعد غد الأربعاء في موسكو الرئيس سعد الحريري. هذه كلها عناوين سأناقشها مع ضيفي اليوم المنسق العام للجبهة المدنية العميد المتقاعد أنطوان كريم. صباح الخير. صباح النور جنرال، أهلا وسهلا بك. مباشرة سنبدأ بهذه الحلقة قبل الدخول بالعنوان الأبرز، وأكيد اللي رح نناقشه معك من زوايا العسكرية والاستراتيجية والسياسية، رح نبدأ بكاريكاتير أرماو حمصي بجريدة النهار، حيث رسم عداء يحمل عبارة ماراثون طرابلس ويسحب وراءه ثوب الحرب. يعني عم تخلع طرابلس ثوب الحرب انطلاقا من الماراثون يلي شهدته امبارح شوارع المدينه، واللي عطى صوره معاكسه تماما للصوره اللي سادت عنها المدينه بالسنوات الماضيه. لكن الحياه هي اساس، والناس تطلع دائما الى تطوير وضعها، وهذا تصور رد على كل اتهام يلي عم بتقول انه من غلقه عزيتها وبقره للتطرف. هذا الكلام هالكاريكاتير بيأكد عكس ذلك ولو بشكل كاريكاتوري. لكن الخطوات الأولى باتجاه إطلاق المدينة الثانية بلبنان بعد بيروت نحو إعادة الحياة اللي فيها كرامة إلى أهلها. بموضوع القلمون، اليوم الصحف القريبة من 8 أدار تحدثت عن تقدم لحزب الله والجيش السوري في القلمون، ومنها جريدة الأخبار اللي اعتبرت أن المسلحين يتجهون للتجمع بجرود عرسال حيث خطوط إمداد مفتوحة على الداخل السوري، وهم سيحاولون الدخول إلى العمق اللبناني، أي ربط الداخل السوري بالشمال اللبناني عبر عكار وطرابلس عبر جبال أكروم ومدينة تل كلخ السورية. أولا، انطلاقا من كونك عميد سابق متقاعد بالجيش اللبناني، شو هو مفهوم، يعني كيف فينا نحكي عن تقدم أو عدمه بمعركة القلمون؟ لأنه قبل كمان نحكى عن نصر حققه حزب الله على حد قوله، وبعدين هلأ عم نشوف المعركة من أول وجديد. ما يحدث بالقلمون عسكريا من قبل حزب الله هو قتال كلاسيكي كجيش منظم، يعني نعم، اصلا الاعداد اللي حطينا بالقتال بعمليه الهجوم نسبتها 3-1 بالدفاع، وهيدي النسبه المينيموم بالعمليات الهجوميه. يعني اذا عم بيقولوا في 5000 بالقلمون كانوا، هن حشدوا 15000 يلي هي نسبه مينيموم بالهجوم وبالقتال الكلاسيكي. لكن ما يحدث فوق، إذا في هجوم منظم من قبل حزب الله من قبل المسلحين، ما عم بيقاتلوا كجيش نظامي، عم بيقاتلوا كميليشيات أو كجارية، يعني بمعنى ما بيواجهوا بالهجوم نقاط القوة، بيتهربوا منها لأنه طبعا أقوى منهم، إلى أن يستفردون بنقاط ضعفهم ويهاجموا نقاط الضعف. هيدا نظام قتال جريه بسموه لو بروفايل ميليشيات، يعني قتال الشوارع اذا بدنا، مش الشوارع، قتال يلي بتكون عند منظمات منا جيش نظامي، نعم، منا حاجدي انه جيشين عم يتقابلوا بعضهم. في عنا الجيش يلي القتال النظامي اللي عم فيه حزب الله والقتال اللي عم بيواجهوا فيه، وبالتالي الانسحاب او ترك الارض في سبيل انك تلاقي المكان المناسب لترجع تنقضي عليهم، هيدا هو قتال الميليشيات او قتال المسلحين. وين الجيش السوري بهالمشهد؟ انا برايي جيش النظام السوري، جيش النظام السوري ما عم بيتدخل مباشره، عم بيأمن الدعم الناري والدعم اللوجستي للموضوع. حزب الله نعم تماما هو اللي عم بيقود الحمله. هلا انكفاءهم او عدم انكفاءهم منه دليل انتصار، لانه الانتصار بالمفهوم العسكري في نقطتين بتقول انتصرتي، أول نقطة أو بتقضي نهائياً على العدو، ما بقعد في مخبر ليقاوم وبينتهي القتال، أو بتدفعي للاستسلام من خلال عمل على إحباط معنوياته بسموه كسر إرادة القتال عنده، وبالتالي ما عادش عنده بقى رغبة بالقتال وبيستسلم، وبالتالي ما في حدا قبالك بقى ليقاتل، ساعتها بتقول انتصرتي. نعم، بس متوفر، يعني أحد هالعنصرين متوفر اليوم بالقلمون؟ ولا واحد متوفر منهم. عم بقول لك الانسحاب منه انسحاب لانه
جيشين نظاميين عم يتقاتلوا وجيش احد الجيوش النظاميه عم تخسر ارض. هو تكتيك بيتراجع بسموه كر وفر اذا بدك مثل ما عم بيطلقوا عليه بالاعلام، لكن المفهوم العسكري الانتصار هو القضاء على العدو او قضاء على ارادته جعله يستسلم. يعني بهالنقطة جنرال، الأخبار بتقول عن القرار الذي منع الجيش اللبناني من المشاركة بالمعركة الحالية يعد خطأ استراتيجي، مع أن المساحة الكبرى التي تجري عليها المعارك الحالية هي على الأراضي اللبنانية. اليوم كتير نحكى عن الجيش اللبناني، هل في احتمال أن يزج الجيش اللبناني بهذا الأتون إذا بدنا نقول الدائر بالقلم؟ إحنا لينا نروح لبعيد، خلينا نشوف قائد الجيش صرح قال نحن لن ننخرط بهذه العملية. طيب متى ما كان في أمر واقع معين؟ ما أمر واقع معناتها المسلحين هني عم بيهاجموا مراكز الجيش بالأراضي اللبنانية، وبالتالي نعم. الدفاع عن المراكز صار واجب، بس إنه نفوت على المناطق يلي ليست التابعة للأراضي اللبنانية ونخوض قتال ضدهم قلنا مصلحة، وعبر عنا بوضوح قائد الجيش. جريدة السفير أشارت لقنبلة قابلة للانفجار من البقاع الشمالي إذا استمر انسحاب المسلحين من الجرود السورية نحو الجرود اللبنانية، أي عرسال والقاع وراس بعلبك، وبمواجهة الجيش اللبناني وحده بعدما كانوا منتشرين على 1000 كيلومتر مربع. كمان عم ينحكى عن دخول المسلحين إلى عرسال، هل هناك شيء ما يهيأ لعرسال هذه يعني المرة؟ هذه هالعناوين السياسيه اللي بخلفيتها العسكريه نعم سياسي اكثر ما هو واقع. شو يعني يفوتوا على عرسال؟ طيب شو قاعد عم يعمل الجيش فوق؟ صار له فتره متحصن ومتحضر للقصة نعم، ومخابراته عم تتابع العمليه وعم ترصد تحركات المسلحين، انه هيك فجاه بيجي بفوتوا. يعني اذا ما تعلم من الفترات السابقه، وانا بتاكد انه تعلم نعم، معناتها يمكن يرجع يصيبه ما اصابه بالسابق، وهذه بعيده الاحتمال ومتحضر ومجهز، وخاصه عم يجي اسلحه جديده لتساعده نعم بانه يردعهم. انا ما بشوف في خوف ابدا على جبهه عرسال او غيرها، وكل هالسيناريوهات عم تنحط هي باي خانه؟ بخانه السياسه، الاعلام السياسي اكثر لكسب تهويل يعني؟ طبعا وقت بتهولي انت عم بتبرري كل ما تقومين به من 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 عمليات يمكن ما في موافق عليها. هل بالمقابل ممكن يكون الهدف رد الاعتبار لحزب الله؟ يعني اليوم عفوا اوساط 8 اذار بتقول محاوله تحييد الجيش والضغط لنزع الصفه الوطنيه عن مهمه حزب الله تتواصل، ولكن التيار الازرق لم يحصل على اي ضمانه بهذا السياق، وتشير لشراكه موضوعيه بين القواعد المقاومه والجيش بهذه المواجهه المفتوحه. يعني هون احياء يمكن بتذكرنا بالمعادله الثلاثيه يلي كانت سائده قبل. انا شو ما عطيت فورمولات وسيناريوهات بهالقصه هيدي، بيرجع بقول لك التبرير سياسي. طبعا حزب الله عنده مكسب كبير اذا قدر حقق فوق الانتصار اللي عم يحكي عنه، ليقول انه صار له فتره منخرط بهالمعارك وما عم بيحقق شيء باي محل. طيب كيف ممكن يصرف هذا المكسب إذا حققه؟ إذا حققه رح يصرفوا إنه كل الأهداف اللي أطلقها بالسابق ولا زال يطلقها بالحالي هي على طريق الانتصار وعلى طريق انتصار المحور اللي هو بيمثله. نعم. وبالداخل دائما أي انتصار عسكري يترجم مكسب سياسي، الهدف منه هي أداة سياسية بشكل آخر. وقت اللي هو بيحقق الانتصار بيأكد مواقعه بالداخل، بيأكد آرائه بالداخل، وبيصر عليها أكثر وأكثر وصوابية ما يقوم به. يعني علينا أن ننتظر لتنجلي المعركة قبل أن تتحرك الاستحقاقات الرئاسية بلبنان، هيك عم بتربط يعني بين أنا بقول الاستحقاقات الرئاسية بلبنان مربوطة بأكثر من هيك، مش بس الرئاسة، يمكن التعيينات السلسلة، يعني كل الاستحقاقات السياسية. ليكي أنا الحكى كثير عن المواضيع، خاصة بعد الاجتماع اللي ضم السيد حسن نصر الله والجنرال عون، وصار انقسم الاعلام بين انه اتفقوا على كل شيء، وانقسم محل ثاني لا ما اتفقوا على اشياء واتفقوا على اشياء ثانيه. انا قبل الاجتماع فعلا بيوم او يومين كان في اجتماع للنواب الكتلتين الشيعتين، يعني المقاومه الوفاء المقاومه وامل عند الرئيس بري نعم، وهن ظاهرين. سالته وقت صار الاجتماع على اثر تصريح جنرال عون انه ما بيجي لعندي انا ببعد عنه، تسال صحفيه الاستاذ نواف الموسوي شو رايك باللي قاله الجنرال؟ قال لها نحن تحالفنا مع الجنرال استراتيجي. قالت له شو يعني؟ قال لها مفهومي كفايه. باستراتيجي شو يعني؟ يعني الخط يلي بيضم محور الممانعه بالمنطقه كلها هن بفرض خط، اما بالمحور التكتي بالداخل
كل انسان عنده حساباته، تفهمي من هون انه ما في توافق على اللي عم يطرحه جنان. بظل هذا المشهد المحتدم على الحدود اللبنانية السورية، جريدة النهار ركزت اليوم على الملفات التي يحملها الرئيس الحريري إلى موسكو بعد غد بزيارة تأتي بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار بعواصم فاعلة يعني من بعد واشنطن بقضايا الشرق الأوسط. أي أهمية تكتسبها هذه الزيارة برأيكم؟ أنا برأيي الأهمية متبادلة. عم بيفرجوا الروس باستقبالهم الرئيس الحريري انه هن منهم بمحور الممانعه اللي موجود، هن دوله كبيره بتأيد بتتواصل مع كل الناس وإلى مواقفها من كل القضايا. بتقنع هذه الفكره؟ ممكن بتقنع مثلا بتقنعك؟ رح اقول لك ليش بتقنعني، لانه وقت طلع قرار بالامم المتحده بخصوص اليمن وروسيا ما اعترضت عليه، بتدل انه هي لها مواقف من القضايا وليس جزء من هذا المحور اللي بيحتم عليك مواقف مسبقه. طيب ولكن دعمها للنظام السوري مش هو المسؤول الاول عن بقائه على قيد الحياه؟ دعمها للنظام السوري اشتد كثير بالفتره الاخيره بعد عمليه اوكرانيا. قبل اوكرانيا اذا بتذكري كان في حوار او حديث انه بلشت المعارضه تتصل وتتواصل انه نجهز البديل ونجهز المنطقه المرحله الانتقاليه، لكن بعد العقوبات على روسيا بقصه اوكرانيا وتضعيفها بهالقصه وميلها الى الصين لتلاقي بديل، صارت متلقطه بالنظام السوري اكثر كورقه مفاوضه لاحقا، اكثر ما هو انخراط بهذا المحور مثل عم لك، صارت ورقه بالنسبه لهم. علي الأمين بجريدة البلد أخذ الموضوع نحو مكان آخر حيث أشار لمحاولة لتوريط بري بدماء السوريين، هل تنجح؟ يقول حتى رئيس بري الذي نأى بحركة أمل عن هالمسار، ثم من يريد له التورط بإرادته أو رغما عنه بالقتال داخل سوريا، وبالتالي أن يلعب يريد الحقول دون أن يوسع هامش بري السياسي الذي أتيح له أن يلعب دور الحماية السياسية بل التاريخية للطائفة الشيعية في لبنان، يعني وكأن توريط لكل أبناء الطائفة الشيعية بهذا المحيط العربي. أي دور ممكن يلعب الرئيس بري؟ رئيس بري يعني مع خبرته السياسية مع المعروف عنه صعب كتير أنك تقدر تورطيه بهيك أمور، خاصة إذا في خطر على مستقبله ومستقبل حركته السياسية ومستقبل الشيعة بلبنان. انه بلشوا الشيعة المستقلين علوا صوت اكثر واكثر بوجه ما يقوم به حزب الله، يعني هذا الشيء بشكل موقف خطر كثير على موقف حزب الله، لانه الموقف المسيحي او السني او الدرزي ما كثير بيعني اكثر من موقف الشيعي من الداخل ضد ما يجري، وتوريط الرئيس بري ليقولوا انه هالاصوات ما لها قيمه لانه اكثريه الشيعة بمكان معين. طيب مثل ما نقى بحركه امل وب يعني عن ما يجري في اليمن، هل اليوم بيقدر ينقى بالحركه وبنفسه عن ما يجري في القلمون؟ خلينا نقول انطلاقا من المصلحة السورية، هل الأولويات هلا هن في محور ممانع ما هيك، في السوري وفي حزب الله وفي الإيراني، لكن كل واحد منهم عنده أولويات بهالسورية. نعم أنا برأيي أولويات السوري مش حتما بالشام، هلا أساسية بالشام، لكن إذا اضطر يتخلي عنا لينتقل إلى الساحل العلوي تحت الضغوط بتصير الأولوية هنيك. وهون حكى بأي حال هيك بشكل عرضي عن نقل العاصمة إلى اللاذقية، حكى يعني أحد من المقربين منه، يعني ما يحصل بجسر الشهور وبهديك المنطقة أنا برأيي أولوية عما يحصل بالشام. ما يحصل بالشام أولوية لحزب الله، لأنه إذا فقدوا الشام انفقد اتصالهم بهالصين. عون الكعكي بجريدة الشرق سأل هل يعود السيد لعروبته، وقال إن حزب الله يعمل على دفع أهل السنة إلى الحقد على الشيعة، هذا دأبه منذ سنوات، ولكن الشيعة عروبيون، فلماذا تفرض علينا يا سماحة السيد أن نحقد عليهم وهو ما لا نريده؟ قديش بعد في هامش قرار لبناني عند الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله؟ يعني ما القرار اللبناني هو أداة لتبرير القرارات الانتماء إلى المحور، لا أنه قديش بعد بيقدر يتمحور أو يتموضع لبنانيا بغض النظر عن ما تطلبه ايران؟ قديش بينتركوه يعمل يعني؟ كان في مثل مصري حلو كثير بالعاميه بيقول دخول الحمام مش زي خروجه، وقت انت بتسعى للوصول الى السلطه عن طريق قوى خارجيه
وقت اللي بتوصل للسلطه بطل قرارك بايدك كيف تتحكم فيها، صار قرار اللي وصلك، وبالتالي هامش انه يطلع يعني عم بيعرض كل ما انجزته المقاومه بسبب الدعم الايراني الى الزوال، وهيدا قرار بيكون قرار تاريخي اذا عاد للسياسه الداخليه. ممكن يستمر الحزب كحركه سياسيه لكن بدونه مش مشكله، لكن اذا بيضل هو مترئس، شفنا بالتاريخ القاده الكبار اللي عملوا الحروب العالميه الاولى والثانيه باول انتخابات سقطوا. بموضوع متصل، هل بتعتقد قصه المخطوفين العسكريين الاسرى عند الفصائل المسلحه ممكن تتاثر بما يجري في القلمون؟ طبعا. وباي شكل بيكون التاثير، يعني عرقلي اكثر ام العكس؟ انا برايي اذا قدر حزب الله طوق هذه القوى الموجوده هنا، يعني لحد هلا ما في شيء حكي، نعم، اذا قدر طوقهم بتشكل الاسره ورقه خروجهم من المنطقه. اوكي، نعم، تشكل الاسره ورقه خروجهم، بصير في مفاوضات، طلعونا واستلموا الاسره. لكن اذا ما قدر رح تضل القصه مستمره، وبيكون اساس اطلاق سراحهم هي المفاوضات وليس ما يجري بالقلمون. هذا ما اشارت اليه جريده المستقبل اليوم بالقول انه خليه الازمه المعنيه بمتابعه هالملف ناطره عوده الوسيط القطري من تركيا حاملا معه النتائج الايجابيه لمفاوضاته النهائيه مع مسؤولي النصره. سنتابع حديثنا معك جنرال مباشره بعد التوقف مع اول فاصل لحظات، ونعود لمتابعه هذه الحلقه. أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفي العميد أنطوان كريم. أهلا وسهلا فيك من جديد. قبل ما نواصل حوارنا معك، معنا مباشرة، ما بعرف إذا صار معنا مباشرة جاهز عبر الهاتف، دكتور أحمد فتفت عضو كتلة المستقبل. صباح الخير دكتور فتفت. صباح النور حق العميد. بالعنوان الأبرز والعريض اليوم بالصحف دكتور فتفت هو معركة القلمون، حديث بهالمجال عن تجمع المسلحين على تخوم البلدات اللبنانية، استعداد للدخول إلى العمق اللبناني عبر عكار وطرابلس تحديدا. ولفتني ما كتبته جريدة الديار عن أن التيار الأزرق كما سمتكم تحاولون الحصول على ضمانة بتحييد الجيش، ولكنكم كما تقول الصحيفة لن تحصلوا أو لم تحصلوا بعد على هذه الضمانة، وستكون هنالك شراكة موضوعية بين المقاومة والجيش بهذه المواجهة المفتوحة، وإلا رح ينترك الجيش وحده بدل ما يساعد حزب الله والجيش السوري بهذه المعركة. يعني أولاً بشكل سريع، أولاً هذا الكلام لا أساس له من الصحة يعني بأي شكل من الأشكال. أولا الحدود الشمالية والشرقية من جهة عكار ومن جهة طرابلس هي كلها تحت سيطرة النظام السوري، وبالتالي والكرة المحيطة هي بيد النظام السوري وليست بيد المعارضة. المعارضة موجودة في منطقة القلمون بالجهة الشرقية وليست بالجهة الشمالية. يعني هذا كلام افترائي وكلام تحريضي سخيف من صحيفة سخيفة للأسف. عدة صحف يعني حكيت، أنا جمعت لك عدة صحف بفرد سؤال. بس الموضوع على عكار وطرابلس ما له وجود من ما له. شو الهدف منه؟ ثاني بعتقد تحريضي فقط، من نوع تحريضي ضد تيار المستقبل وضد ضد المنطقة بالذات اللي أصبحت آمنة، واللي زعج كثير إنه صارت منطقة آمنة بطرابلس والشمال، وأيضا محاولة زج الجيش في معركة مش معركته. نحن بالنسبة لنا بكل وضوح وكل صراحة نرفض دخول أي عنصر غير لبناني على الأراضي اللبنانية حتى ولو كان من أي تنظيم سوري، مرفوض رفضا باتا أي وجود مسلح على الأرض اللبنانية. أدناها في إرسال سابقا السنة الماضية ومندينا هلا بشكل واضح، نحن مع الجيش كقوة وحيدة للدفاع عن لبنان، ولولا وجود حزب الله في سوريا ما كان في أي تهديد للقرى اللبنانية المتاخمة للحدود الشرقية اللبنانية السورية. وحزب الله عم يحاول دائما يزج الجيش، وعم يحاول يفرض سياسته وقراره الأمني والعسكري والسياسي على الجيش بشكل كتير كبير. بالموضوع السياسي، هل هالاسبوع رح يحمل حراك معين على يعني على عده اصعده، منها مصير الجلسه التشريعيه، مصير الاستحقاق الرئاسي، وفي جلسه جديده لانتخاب رئيس للجمهوريه، التعيينات الامنيه، وحكي اليوم
أيضا وأيضا للعماد عون بيرفض فيه التمديد للقادة الأمنيين، هل في هيك أفق مختلف هذا الأسبوع دكتور فتفت؟ يعني بصراحة لا يبدو هناك أفق مختلف. موضوع جلسة الانتخابات الرئاسية ستكون كمثيلاتة، نعم. واضح لأنه جنرال عون ما زال مصر، هو حزب الله أو بالأحرى حزب الله وحلفائه ما زالوا مصرين على مقاطعة، مصرين على فراغ المؤسسات بشكل كامل، هذه نقطة أولى. وموضوع التشريع يبدو معلق على الجبهة المسيحية من ناحية إصرار على مشاريع قوانين في منشي لا يمكن لأسباب طبيعية مثل موضوع قانون التجنيس ما زال باللجان المشتركة ومش من صلاحية رئيس المجلس أو هيئة المكتب يحطوه على على جلسة تشريعية مباشرة. وقانون انتخابات في توصية من الهيئة العامة لمجلس النيابي أنه هذا قانون مهم جدا ولا يجوز أن يناقش بغياب رئيس جمهورية. المفتاح لكل شيء هو رئيس جمهورية، وأنا بعتقد بده يرجع يفعل المؤسسات، يجب أن يذهب إلى المجلس ينتخب رئيس جمهوري وحيشوفوا كيف كل شيء حيتفعل وحينحط على جداول الأعمال. ولكن التعطيل ما زال قائم لأنه ما زالت حزب الله عنده أمور أخرى مثل القلمون وغير القلمون والمشروع الفارسي الإيراني بالمنطقة هي أولوية، وبالتالي ما بعتقد أنه في شيء حيتحرك طالما أنه أسباب التعطيل ما زالت قائمة والمعطلين هن نفسهم. ما رأيك إذن بما قالته أوساط مستقبليين لكلير شكر بجريدة السفير اليوم عن الحاجة لصياغة مبادرة منصفة بحق العماد عون تمنحه ما يطمئنه إذا ما أريد له التنحي عن الرئاسة، يعني لابد من مهر ما يجب أن يدفع للرجل كي يتنازل عن ترشيحه. يعني واضح أنه كلير شكر بهالمقال اللي عم تقري حضرتك عم توجه رسالة قد تكون آتية من الجنرال عون ليقول أنا صرت على استعداد. شو هو المقابل؟ أنا بعتقد المقابل يلي بينسجم مع المصلحة الوطنية ما في أي مشكل فيه إذا في مقابل بينسجم مع مصالح وطنية. نعم. المهم أن نفك عقدة الرئاسة لأنه هذه العقدة هي المعطلة كل الأمور بالدولة اللبنانية. شكرا لك دكتور أحمد فتفت عضو كتلة المستقبل النيابية على هذه المشاركة معنا. سنعود تباعا للمواضيع يلي ناقشتها مع دكتور فتفت، بس نختم بالمشهد الإقليمي بعد ما حكينا عن القلمون. عميد، يعني هل المنطقة ممكن تكون ذاهبة باتجاه تقسيم مثل ما كتب اليوم ببعض الصحف؟ هل في إحياء لسايكس بيكو جديد؟ ولبنان قديش بيقدر هيك بإيجاز نختصر المشهد يصمد بظل الأمواج التي تحيط به؟ حكى كثير عن إلغاء حدود بين الدول. نعم. مين ألغى الحدود؟ هل بقرار دولي أو داعش والميليشيات المسلحة؟ ما له أي قيمة إذا عبرت الميليشيات محل وأعلن الدويلة ما إلها أفق إنها تعيش، واللي إجوا انضموا لها عم يرجعوا يفلوا منها. أنا برأيي تغيير الحدود منا شغلة سهلة، يعني منا إنه كبس زرار منغير حدود لأنه ميليشيات عبرت محل. هذا في قرار كتير كبير بده يتخذ على صعيد المنطقة، وهو إذا بتذكر نسمع فيه نحن كنا صغار بمخطط كيسنجر أنه تقسيم المنطقة إلى دويلات تكون المستفيدة الأكبر في إسرائيل. أنا ما بشوف أنه أمريكا عندها أي مصلحة بتقسيم الدول بالوقت الحاضر. نعم. لأنه تقسيم الدول يعني إعادة رسم السلطات ومشاكل بدها تمد لخمسين سنة لقدام. شو بتعملي بهالوقت بهالمنطقة هيدي؟ وشو بتعملي بالثروات اللي فيها والكنترول اللي عليها حتى ما تنعكس على بلدان تانية؟ أنا برأيي كلام كبير والناس بتتصور امور لكن تنفيذه مش واقع، وانا ماني شايف ابدا انه في تقسيم، لانه مجرد ما فتي بالتقسيم تفتح اعطيتي اولا فتحتي مجال انه تخرج المنطقه من الكنترول، وثانيا كل الناس عم بتطالب الدويلات من الاكراد لغيرهم لهذا عم تعطيهم حقهم، ما هيك؟ نهار بتعطيهم حقهم شو في لزوم يضل في مشاكل بالمنطقه؟ وبالتالي اذا انتفت المشاكل بالمنطقه كل هالصراع وكل هالناس المتورطه فيه لوين بدها تروح؟ بدها ترجع ترتد على الدول بتاخذ هالقرار. انا بستبعد بالوقت الحاضر او المدى المنظور انه يكون في اعاده تقسيم المنطقه. والمشهد السياسي الداخلي بلبنان عم بيكون على غير موجه؟ المشهد السياسي بلبنان بيلحق موازين القوى بالمنطقه. نحن بلبنان ما عندنا ميزان قوى متعادل. عندنا ناس ب 14 اذار عم يحكوا سلميا وبالسياسي وبيريدوا العبور الى الدوله،
بالمقابل عندك فريق عم يستعمل السلاح والضغط ليحقق اللي بده اياه. بين السياسي وبين السلاح ما في توازن، وبالتالي السلاح عم يفرض حاله. لن يعود التوازن الى البلد الا مثل ما قال تفضل دكتور فتفت باعاده انتخاب رئيس وتطوير النظام السياسي لمصلحه الناس مش لمصلحه اصحاب السلطه بالبلد. مفتاح الاستحقاق الرئاسي يعتبر دكتور فتفت انه موجود بايران، هل بتوافقوا الراي ام بعد في هامش من اللبنانيه بهذا القرار؟ الهامش اللبناني من زمان سقط، من اول جلسه سقط، حتى الهامش المسيحي الماروني بشكل ادق افترض اتفقوا ببعضهم يعني. هل هن بشكلوا تقل ليروحوا بهالاتجاه هذا؟ لا، بس حلفائهم قالوا فليتفقوا ونحن بنمشي باللي بيتفقوا عليه. هذا الكلام لتزيحي الحمل عن كتافك، وقت بصير الاستحقاق خليه يضلوا على هالكلام هذا، بالسياسي بتعرفي مين ممكن ينكس بهالكلام، المستقبل او حزب الله؟ طبعا الفريق المستفيد من غياب السلطه بده ينكس، انه تركوا للجنرال يخوض يحمل العبء عن التعطيل بالوقت اللي هو مناسبه. طيب ليه مستفيد من السلطه؟ بمذا يزعج اي رئيس سياتي حزب الله؟ يعني كان الرئيس سليمان 6 سنين وشفنا يعني المواقف اللي كان بيخدها الرئيس السياسيه، ولو كان يمكن ما يكون له ترجمه على الارض، لكن بالنسبه للدول اللي عم بتراقب من برا بتطلع بالسلطات اللبنانيه ما هي موقفها مما يحدث، وبالتالي المواقف السياسيه اللي بيخدها الرئيس وبيخدها الحكومه وبأيدها المجلس بتأيد كثير من حريه ما يكون به حزب الله على الساحه. بس ما عم بتأيده، يعني الرئيس سلام عم بياخد دائما مواقف. رئيس سلام ما في حل محل رئيس جمهور، رئيس سلام عم بيمرر الامور بالتي هي احسن ليضل مصالح اللبنانيين ماشي ويحافظ بالحد الادنى على الاستقرار المطلوب منه. لانه انا بعد اليوم حكيت فيها، كنت على الفيسبوك حطيته تعليق، بعد ما غادر الرئيس سليمان بعد بيومين تقريبا او ثلاثه بيجي جون كيري وزير خارجيه امريكا بيعمل زياره للبنان وبيجتمع المسؤولين اللبنانيين. كنا بجلسه بيسالني صديق لي، قال لي شو رايك بهالتوقيت؟ ليش ما اجى قبل ما يفل الرئيس؟ قلت له لو اجى قبل ما يفل الرئيس بتكون دلاله على انه امريكا مصره على الانتخابات. اما اجى بعد بهمه الاستقرار. اذا توصل اللبنانيين ينتخبوا رئيس عال، ما توصلوا اهم مهم يبقى الاستقرار. هيدي معناته، وبالتالي طالما الامور ماشيه والحكومه عم تحافظ على هالدور هذا الى ان يحين الجو بعوده القرار اللبنانيين لا ينتخبوا رئيس، خلينا نشوف في شيء اهم عم بيصير بالمنطقه هلا والعالم. هل المفتاح عند العماد عون؟ يعني اذا العماد عون هلا نعم ما في العماد عون هلا ياخذ هذا القرار. برجع بقول لك دخول الحمام مش زي خروجه، كمان ما بيقدر يعلن انسحابه من السباق الرئاسي؟ لا ابدا، كل الدعم حتى لو قدم له مهر مثل ما قالت كلير شكر بجريده السفير. هذا كلام انا بعتبره كلام سياسي، شو مهر ما مهر؟ طيب ليش ما قبل مهر يعني صفقه سله، يمكن قائد الجيش بيكون سهره بيحفظ موقعه بالحكومه اللي جايه بالمناصب الاداريه، يعني معلوم شو هي السله بلبنان. انا برايي مش بحاجه لصفقه ليحافظ على اللي عم تقولي عليه باستثناء قياده الجيش، هو موجود عنده كتلة نيابية وموجود بالحكومة وقانون الانتخاب يرضي ويربحه. ليش بده يرضيه لحاله والباقيين شو بتعمل فيهم؟ يعني اللي عم ينحكى هلا عن قانون قوانين الانتخاب يلي عم تتداول نعم ما هي كلها عبارة على انتاج نفس السلطة، يعني انه هن موجودين بالمجلس وعم يتحاوروا، ليش ما عم يقدروا يوصلوا إلى قانون انتخاب؟ بموضوع متصل محمد الشقير بالحياة بيقول هنالك من نصح العماد عون بأن يأتي ترشيح روكوز من ضمن تسوية سياسية شاملة لأن منصب قيادة الجيش ليس منصبا إداريا وأكاديميا، فرد على هذه النصيحة قائلا لنتوافق الآن على تعيين روكوز قائدا للجيش ومن ثم نفتح الباب أمام الحديث بالمواضيع الأخرى. يعني وكأن رفض هالمعادلة، أنه هذا الكلام بيقول هذا بونس قيادة الجيش بعدين بنشوف شو بنعمل بالرئاسي. ما حدا بيقبل هالكلام هذا. شو رح يكون بهالحالة مصير التعيينات الأمنية؟ وهل الحكومة مصيرها بخطر إذا استمر العماد عون بالحديث عن ساعة الصفر؟ أنا رجعت لك للزيارة اللي قام فيها كيري واللي أشد على الاستقرار، ودائما عم بيقولوا في مظلة خارجية أمنية حتى ما يصير مشكل بالبلد. هيدي مواقف اعتدنا عليها من الجنرال عون قبل منها، وقت اللي كان بده يسترد الأمن العام وبده يقف بوجه التمديد وبده يعمل كل هالقصص، كان ياخذ مواقف والأخير يتراجع لانه
قرار النهائي هو مش بإيده، هذا برأيي القرار النهائي. هيام الصيفي بتقول انه ممكن يوصل الموضوع لحد الاعتكاف، وهذه الخطوه تعني شل عمل الحكومه ليس فقط بملف التعيينات بل بمناقشه الموازنه والسلسله وللتكتل راي مغاير لراي حلفائه وشركائه. اريد ان اسالك عن رايك بمساله عدم انعقاد الجلسه التشريعيه وما يحكى عن ان هذا الامر قد يؤدي لحل البرلمان وبالتالي بنكون امام مؤتمر تاسيسي هذا في البلد. هل وارده بعد هذه الفكره؟ انا برايي كلام تهويلي بالسياسي، لا في برلمان رح ينحل ولا في حكومه رح تفرض. برجع بقول لك اي ساعه بيسقط الاستقرار بالبلد فرط البلد كله، مش بس مجلس النواب والحكومه، شو بتقعدي تعملي بغياب الفوضى اللي بدها تحل؟ مين بده يدير البلد وكيف؟ نرجع لاجواء اللي سادت بال 75 يعني لحرب اهليه. مين ما هون هل عم بتشوف محاوله لاعاده عقارب الساعه الى الوراء؟ هل ممكن التاريخ يعيد نفسه بشكل مختلف هذه المره؟ انا بظن هالمره اللبنانيه اوعى من انه ينزلقوا مثل ما انزلقوا بالسابق. تعلموا من عبر الماضي؟ بالحد الادنى يعني انا بذكر كنت وقتها تخرجت سنه ال 74 وطلعت لقيت في دوله موجوده يعني وجيش. نعم. كيف فجاه صار في حرب ما حدا بيعرف. هلا الناس اوعى وما بظن انه الذهاب الى الحرب هو الحل، لانه ماذا سينتج عن هذا الحرب؟ وقديش عندنا قدره انه نفوت بحرب ومين بده يحارب؟ كل الناس عم تدعى الى التغيير عن بالوسائط السلميه. نعم. ما حدا بده يعمل حرب، مين بده يعمل حرب؟ حكي هذا تهويل سياسي انه اركضوا شوفوا شو بدي والا رح. خي شو والا ما في 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 خطوات سابقه ما دلت انه هل والا ترجمت بشكل. نعم أدلت. ولكن كل مره كانت على خلفية فراغ رئاسي نفوت بموجة من العنف يعني، ومنذكر هون العام 88 وكان العماد عون يوما موجود بالسلطة آنذاك، وبنرجع وقت اللي كمان غادر صار في فراغ ريثما انتخب الرئيس سليمان، كمان شفنا شو صار ب 7 أيار. يعني اليوم ليش الأمر رح يكون مختلف؟ رح أقول لك ليه. دائما الاتصال السياسي الى حائط مسدود، يعني في فريقين بالبلد ما عم بيقدروا بقى يقدموا حلول. نعم. والوضع اللي بيكون موجود بصير وضع سلبي بينعكس سلبا على البلد. ساعتها تستعمل الاداه العسكريه لعمل خرق بهذا الجدار لتطوير الاداء السياسي وتغيير الوضع باتجاه الاحسن بدون ما يندق بالنظام طبعا. لحد هلا نحن برايي ما واصلين لحائط مسدود. طبعا لانه طالما البلد بعده عم بيحمل ما فات بالسلبيات اللي كان عم يفوت فيها سنه 2008 اللي كان الاحتكاك اكثر. برجع بقول لك ما في توازن بين سلطه سياسيه. نعم. وسلطه عسكريه، وبالتالي حيث المسدود بده يكون بين سلطتين متساويين، والكومبرومي بده يصير بين سلطتين متساويات. بهالاطار كيف تنظر لحوار حزب الله وتيار المستقبل، وقديش برايك يرسي ايضا يعني اسس من التهدئه والاستقرار؟ بعدني عم بقول انه الحوار بده يكون بين قوتين بين متكافئين متكافئتين، مش هيك؟ نعم. هل في تكافؤ بالبلد؟ انا برايي لا. ليش طيب على اي ليش اساس ليش حزب الله؟ ليش شو مصلحه المستقبل اذا يفوت بهيك حوار اذا بده يعتبر خاسر سلفا؟ المستقبل مشروع الحوار، مشروع السلام واداته الحوار. نعم. وبالتالي اي حوار وبصب بخانة التطلع تبعه. طيب أما ما مصلحة حزب الله من هذا الحوار مع أنه معتبر حاله الأقوى. ما بعده يعني محيد المواضيع الخلافية، يعني ما عم بيزعجوا الحوار. مشان هيك عم قلي المواضيع الخلافية ما اتطرقوا لها، أنه تعوا هاتوا لنا نشوف كيف بدنا نرقدهم بالوقت الحاضر لأنه. نعم. اهتمامنا بالخارج بدون ما نعمل هالردات الفعل القوية. لكن شو عم بيصير فعلا بالحوار؟ في حوار وبرا في سجال. طيب والحوار المسيحي هو أفضل حال؟ اليوم بتقول الديار لقاء عون جعجع تأجل إلى موعد لم يحدد بعد، بعد ما كان انحكى أنه خلص ترب. هيدي عملوا ورقة إعلان نوايا. شو إعلان نوايا يعني؟ أنه وقت بتكون صرنا 30 سنة هالقوتين عم بتصارعوا، وإذا قرروا أنه إجا وقت لننهي هالخلاف هيدا حتى ينعكس على الشارع سلما وتقارب بفهم، بس أكثر من هيك لوين بده يروح؟ شو على النوايا؟ والدكتور جعجع بيقول بلشنا بالامور استراتيجيه. استراتيجي شو قصد؟ بس يقول دكتور جعجع حدثك عسكري بس يقول بلشنا بالامور استراتيجيه، مش مقصود فيها كمان الوضع على صعيد المنطقه؟ كيف لك؟ ايه شو بشو بلشوا؟ خليه قلنا ما بعرف، انا مش عم بعرف يعني، انا سمعت العنوان بس ما فيها تفاصيل.
انه وين بده يروح؟ عم بيحاولوا يطلعوا الجنرال عون من محور الممانعه، عم بيلاقوا له مخرج. ان شاء الله تكون هيك، اذا قادر يطلع، انا بتقديري ما بيقدر يطلع. من معرفتك يمكن بالعماد عون وبذهنيته العسكريه بمحل معين، اذا قرر يطلع ما بيقدر، وبالتالي هل هالموضوع هل هالموضوع يخيف حزب الله انه بالنهايه العماد عون ابن هالمؤسسه العسكريه، متى ما وصل يمكن للسلطه لسده الرئاسه وشاف انه الوضع يعني يناقض مفهوم الدوله بمفهوم القائم، مشان هيك حزب الله بخاف منه؟ يعني في راي هيك بيقول. هيدا الراي للمعنويات اكثر ما هو للحقيقه. القرار جنرال عون ما في يقف بوجهه، لانه قرر من زمان يفوت بهذا المحور وما عادش قادر يطلع منه، ولو بفتره من الفترات صار يحس انه ضد مصالحه. لكن شفت اخر مره كيف استقبلوه وعبطوه، دائما في طريقه ليعوموه اذا بدك ضد الموقف اللي لازم ياخده، مع انه منه الموقف السليم. هل بالنسبه لإله بالنسبه لإله حراك محلي للحفاظ على شعبيته وعلى الناس اللي بايدوه، اكثر ما هو الخروج عن طوعه للجماعه، لانه صعب كثير يطلع من هذا الطوع بعد الدعم اللي قدموا له اياه ووقفته حده. صحيح هن مستفيدين اكثر، لكن هو استفاد كيف بشو استفاد العماد عون؟ انه موجود مع حليف تراجعت شعبيته، كان بال 2005 70 80 او 90%، صار هلا دون ال 50 يمكن، بشو استفاد العماد عون؟ الشعبيه اللي تركته هي الشعبيه المفكره اللي بدها مصلحه الوطن مش مصلحه المشروع اللي هو قايم فيه. وبالتالي الناس اللي بقيوا معه رح يبقوا معه. فاذا بماذا استفاد؟ هو؟ يعني موجود على الساحه، يعني تصوري لو جنرال عون منه لهون ولهون وما في عنده حليف، وين كان ما كان اقوى؟ لا ما بيكون اقوى، هلا موقفه بيكون اقوى. نعم. وتصريحاته اقوى، لكن على الساحه السياسيه ما بيكون عنده هالوجود الموجود اللي عنده اياه هلا، الحضور اللي عنده اياه هلا، الكتله النيابيه ودوره بمجلس الوزراء والخدمات اللي بقدمها ما بتكون بهالقوه هيدي، لكن كان ممكن يكون موقفه يعني بيعطي افق للبلد اكثر ما بيعطي مثل عم بيعطي هلا افق لمشروعه هو. بعد الفاصل، شهاده النائب جنبلاط وانتخابات الشرعي هيك وظاهره هالديمقراطيه بعد هالكحل السياسي اذا بدنا نقول يلي عم بعيشه البلد، فاصل ونعود. نعود لمتابعة هذا الحديث مع العميد أنطوان كريم بالقسم الثالث والأخير، عنوانين رئيسيين. الأول متعلق بشهادة النائب وليد جنبلاط بلاهاي، اليوم شارل جبور بجريدة الجمهورية يعتبر أن هذه الشهادة أعاد فيها النائب جنبلاط ربط الأحداث الفاصلة عن اغتيال شهيد الحريري بشكل تسلسلي، وحمل النظام السوري مسؤولية الاغتيال وحيد حزب الله وكأن لا قرار ضمني بالقضية. يعني بقول كلام النائب جنبلاط بيصلح للعام 2005 قبل ما يصدر القرار الظني بحق خمس متهمين من حزب الله. شو تعليقك على هالموضوع وكيف هيك قرأت شهادة النائب وليد جنبلاط؟ أنا بالنسبة لي لو المحكمة أكيدة من أنه هؤلاء الناس المتهمين كانوا بقرار من حزب الله ما كان في زملة المحاكمة. المحاكمة لتوضيح الحقائق وإثبات العلاقة أو الشراكة بالعملية. نعم. هو الزلمة حكي اللي بيعرفه وحاول يقول أنه أنا قتلوا لي بيي ونفس الاشخاص وهذا الجو اللي كان موجود السياسي ما تغير وقت جو الجريمه السياسيه. وبالتالي هو انا بتهمه انه سياسيا، يعني هو لو عنده اثباتات بالمخطط كان بينه، والشهاده تتعلق بهذاك الوقت. هلا اما انه في ناس من حزب الله متهمين، هل عندك انت الوسائل اللي بتثبت انه بقرار من حزب الله هو جماعه تحركوا؟ أنا بذكر بال 1860 إذا بدك، وقت الحرب 1864 نتج عنها البروتوكول، صار في مجازر قادتها الدولة العثمانية مع الدروس بحق المواطنة بمنطقة تشوف بالقائمة المقامية الدرزية.
بيقوموا المقارنه او المسيحيين بيعملوا عريضه بيمضوها شي 11,000 واحد بيبعتوها لفرنسا بيطلبوا منها ارسال لجنه للتحقيق بهذه المجازر لاثبات المسؤوليه. اول رده فعل بيعملوه العثمانيين جمعوا كل الضباط المتورطين بالحرب وعدموهم. واجوا لا يحققوا ما في بقى ما في مرقوا حدا ما في ناس يربط تورط العثماني باللي صار بحجه انه هول تصرفوا بقرار خارج عن قرار السلطان مش هيك؟ وهلا عم بيصير بالقصص فاذا ما حدا بيقدر يثبت الا الناس اللي ضالعين. هيدي القصة هلا بتقولي لي في منطق انه اذا هن القرار السياسي فاذا كيف هو تصرفوا بدون هذا سبيكوليشن يعني انت من عندك واستعملوه اذا بدك وقت اللي حكم الدكتور جعجع بقصه داني شمعون لانه اعتبروا انه اللي ممكن كان ينفذ قرار دكتور جعجع بهالقصه غسان توما منه هون وقالوا بما انه هو الرئيس السياسي وبيعطي اوامر لكل شيء وهذا الزلمه بنفذ له فاذا لازم يكون عاطيه الامر هالسبيكوليشن ما مشيت عيام السوري ليورطوه للزلمه ما بتمشي بالقرار الدوليه اذا ما في او شاهد او دوكيومون بيثبت ضلوعهم هالجماعة. طيب يعني ما يجري في سوريا عندما اشرت لاعدامات الضباط بال 1860 نعم. بيشبه اللي عم بيصير بسوريا كل واحد يعني المحكمة رح توصل للنهار ما رح تلاقي حدا تحاكمه من هذا المنطلق من الضباط السوريين طبعا اذا استدعوا. بموضوع اخر انتخابات الشرعي جريدة المستقبل تشير إلى المشهد اللي امبارح شهدناه من خلال تمكن دار الفتوى من ضخ جرعة أمل بعروق اللعب الديمقراطية بزمن القحط الانتخابي والوهن الديمقراطي منتصرة لمفهوم الاحتكام لصندوق الانتخاب ومكارسة نفسها دار للاعتدال والوسطية مشرع الأبواب أمام المسلمين وكل اللبنانيين مثل ما قال المفتي عبد اللطيف دريان. ولكن هذا الاعتدال وهذه الروح قرأتها صحف أخرى على أنها مفاجآت سياسية تدل على اختلاف الموازين موازين القوى بالساحة السنية. حضرتك أولا كيف قرأت ما انتهت أو نتيجة هذه الانتخابات وقديش بتتأمل أنه هلأ بالجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يتكرر المشهد بمجلس النواب؟ يا ريت بيعتبروا من اللي صار أنه نزلوا كله للانتخابات وطلع اللي طلع هيدي هي الديمقراطية الحقيقية. يا ريت بيتكرر مجلس النواب ينزلوا كلهم على المجلس وبيطلع اللي بيطلع ان شاء الله بيطلع جنرال عون يمكن يتفقوا عليه بس ما فينا نقول ما بنزل الا اذا انا بطلع. طب هيدي طيب. ما ديمقراطية. وبنتيجة المجلس الشرعي هل من وصل بنتيجة هالانتخابات وتحديدا هون في اشارة لطرابلس يدل على واقع مختلف اليوم على الساحة السنية؟ بجوز يعني عبروا الناس هلا مش معناتها انه تيار المستقبل حاطط كل الطائفه السنيه بجيبته يعني وهذا دليل صحه انا برايي ودليل ديمقراطيه وحريه تركوا للناس تعبر عن رايها ويوصل اللي بيوصل بس خلينا نشوف الاكثريه وين انه دائما بالانتخابات ما حدا بيحصد 100% امبارح بانجلترا وقبل منها باسرائيل بالكاد يعني دائما في ناس من الفئه الاخرى بتوصل بنشوف دائما الاكثريه وين الا عند القوى الشيعيه يعني الامر مختلف تعيين مسبق يعني ليش تعيين عم يصير في انتخاب في ناس عم بتصوت في نسب منتخبين يعني هي نظريه البوسطة اللي اتحفونا فيها وقت ما النظام السوري حط ايده نهائيا على البلد وبلش يطلع لنا شيء بالترويكا شيء بالبوسطة ما شفنا ولا مرة حدا ترشح مستقل إلا بظرف معين يعني نعم بس بعد 2005 وين النظام وين الهيمنة السورية بالانتخابات كانت استمر عم من خلال الناس كانوا عم يشتغلوا معه واللي بيدينوا لهم بالحياة السياسية اللي حصلوا عليها بالمكان السياسي ليش في ناس طلعوا نحن ما سامعين فيهم أيام النظام السوري بس وقفت على المكون الشيعي ما عند الجميع نفس الشيء أليس كذلك أنا بقول عند المكون الشيعي أقوى بسبب بني تسلطهم على الطائفة يعني انه بيتركوا اصوات تحكي حتى ما تلازمي الخطوط الحمر بعد منها بالقرارات الكبيره خلص في قرار واحد بيطلع بالنهايه هذا فلان بيطلع فلان ما بيطلع قديش انتم هيك تنعلق تعليق اخير بالجبهه المدنيه هدفكم الاول يمكن اختراق هالذهنية مش بس عند المكون الشيعي يعني عند الجميع انه لكن احنا وتقدم نحن الدولة الديمقراطية والمدنية نحن بنآمن كثير بدور المجتمع المدني وبالإيطاع الخاص نعم
واكبر تجربه له ما حدث بفرنسا سنه 36 مع ليون بلوم وعمل فرون بوبولير وطلعت الناس عينت رايها، او سنه 58 وقت رجل اعمال جيبارد تحرك لانه تعرضت الاعمال للخطر ونقل لنتيجه تحركه فرنسا من جمهوريه رابعه لجمهوريه خامسه. تضامن المجتمع المدني مع القطاع الخاص هن بين القلبين باي انتخابات، لانه الحزبيين حزبيين. نعم. طب وين بيصير المعركه؟ عمين على الناس هول بالنص، هن جربت 6 مليون هيك اما هيك، وهن اذا نزلوا بيقدروا يغيروا اوضاع الورق، بيقدروا يعملوا قوه ثالثه بظل هالاستفاف، بيقدروا يعملوا قوه ثالثه لمصلحه الدوله، مش ليكونوا حراك مستقل عن غيرهم ونرجع يفوتوا بنفس هذا الانفيرونمون، يعني نفس الامبيانس. هن بيتحركوا ليحركوا عجله الدوله يلي هن مستفيدين، بعدين كل واحد بيرجع لشغله. بهالموضوع بنكون وصلنا لختام حديثنا. منسق عام الجبهه المدنيه العميد المتقاعد انطوان كريم، انا بدي اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا اليوم اول مره بتطل معنا بكلام بيروت، ان شاء الله للقاءات اخرى. اهلا وسهلا فيك. بشكرك على وقتك. ثانك يو. شكرا للمشاهدين على المتابعه، والى اللقاء غدا باذن الله.